وشربين. خلينا نروح ملعب المنصورة مع زميلنا مصطفى الزامك ومباراة المنصورة وحرس الحدود. فيك كابتن كريم وبرحب بكل مشاهدي قناة النهار رياضة في كل مكان هنا من استاد المنصورة ومباراة المنصورة وحرس الحدود في نهاية دوري الممتاز به. يسعدني أن يكون معك كابتن ميمي بدير المدير الفني لفريق المنصورة نجم العصر الذهبي لفريق المنصورة. كابتن ميمي برحب بك معاشة النهار رياضة. أهلا بيك وأهلا بكابتن كريم. كابتن يمكن فرقتين لهم تاريخ كبير في الدوري الممتاز والدوري الممتاز به، بالتاكيد هنشوف مباراه جميله النهارده بين فرقتين. ده المفروض يعني، وانا حتى كمان من ضمن تعليماتي للاعبين ان احنا نركز في الاداء الايجابي والبعد عن الاخطاء ونسعى لتحقيق الفوز ان شاء الله. كابتن ميمي يعني شايف ازاي المباراه النهارده؟ شيء محزن ان احنا بنشوف فريق المنصوره في المركز السابع في نهايه جدول المسابقه، فريق المنصوره اللي كان بينافس، شايف فريق المنصوره ازاي؟ انا بقول الحمد لله ان احنا هربنا بالفرقه من شبح الهبوط، لان احنا تولينا المهمه من 6 ماتشات فاتوا وكان الموقف صعب جدا، وقدرنا ان احنا نعالج الموقف والحمد لله من بدري قبل ما الدوري ينتهي بثلاث اربع ماتشات رسميا حققنا الهدف المطلوب مننا، كانت مهمه انتحاريه وطبعا نادينا لازم نقف جنبه في الظروف اللي زي ديت، وتطوعنا ان احنا نشتغل بدون مقابل من اجل مسانده النادي وخروج من المأزق ده. حاليا دلوقتي النادي بيمر بظروف صعبه جدا، فانا بشفق على مجلس الاداره المعين الجديد وبشفق على اللاعبين وعلى المدربين، لان مهما اتكلم معاك ده عاوز حلقه، لان انا اكتشفت فعلا انا بقالي 30 سنه ما دخلتش نادي المنصوره لاسباب معينه، فبمجرد ما دخلنا لقينا قصة يعني انا رايي هذا هو الوضع الطبيعي، هذا هو الوضع الطبيعي بالنسبه لاجمال المشاكل، واحنا نتمنى التطوير والتطور والصعود وامنيات كلها، فطبعا الامنيات ما بتنفعش، لابد ان يبقى في مساندات وفي امكانيات وفي قدرات، وربنا يسهل ان شاء الله نشوف مع مجلس الاداره الجديد هنعمل ايه. توفيق يا كابتن ان شاء الله. الله يخليك، شكرا. كابتن كريم لسه مستمرين معاك في لقاءاتنا مع الجانب الاخر كابتن عمرو الدالي المدرب العام لفريق الحرس. كابتن عمرو عايز ارحب بيك مع شاشه النهار الرياضي. انا برحب بيك وبرحب كابتن كريم وضيوف الكرام، بحييكم طبعا على التغطيه اللي انتم بتعملوها، اتمنى ان شاء الله النهارده المباراه تطلع يعني ايجابيه ما بيننا لينا احنا، ايجابيه لينا احنا. مباراه صعبه طبعا، بتلعب فريق محترم فريق منصوره، احنا جايين محترمينه طبعا. كل الكلام احنا خلاص احنا خدنا مركز ثالث خلاص، يعني حتى ما فيش حد هيحصلنا، بس احنا بنلعب لنفسينا، احنا بنلعب بنركز على الناس اللي قاعده معانا ان شاء الله السنه الجايه. احنا خلاص الحمد لله بنبدا من فتره قريبه، يعني احنا بنجهز فرقه محترمه تقدر ان شاء الله تصعد السنه الجايه. طبعا كابتن سامي طبعا بقياده جديده من كابتن سامي، بقى له 3 4 ماتشات الحمد لله الاداء كويس، بس النتائج طبعا ما ساعدتناش الفتره اللي فاتت، اتغلبنا من رجاء، هي دي اللي اثرت معانا شويه، لكن الحمد لله قدرنا ان احنا نكسب ماتشين ورا بعض، وان شاء الله ربنا يكرمنا باذن الله النهارده ان شاء الله نكسب وعندنا مباراه، لان نقدر على قد ما نقدر نجيب بنقط. احنا لو ربنا كرمنا ب 71 بونت ده دليل ان بيوريك ان المجموعه بتاعتنا كانت مجموعه صعبه جدا لحد اخر ماتش، مش عارف مين اللي هيصعد. الفرق ما بيننا وبين الاول 5 بونت مش زي المجاميع الثانيه 13 14، فاحنا اتمنى ان شاء الله حتى لو انت ربنا كرمك وجبت 71 بونت يعني هتحس بالفرق بين المجموعه دي والمجموعات الثانيه خالص، بعيد خالص يعني. بالتوفيق يا كابتن شوقي. الله يخليك، شكرا شكرا جدا ليك. دي كانت لقاءاتنا قبل بدايه مباراه حرس الحدود والمنصوره، سننتقل الان لملعب بلديه المحله مع الزميل محمد غنيم.